السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الثامن. سوف نبدأ اليوم بدرس بعنوان وحدات التخزين المساندة. من أهم أهداف هذا الدرس التعرف على بعض وحدات التخزين المساندة، وسوف نقوم بالتمييز بين هذه الوحدات ونذكر ميزات كل وحدة منها. أيضا سوف نقوم بذكر بعض أنواع الأقراص المدمجة. أعزائي الطلاب، تعلمنا في الدرس السابق أن الرام هي ذاكرة الوصول العشوائي، لا تستطيع الاحتفاظ بالبيانات بعد انقطاع التيار الكهربائي عن جهاز الحاسوب، لذا يتم الاستعانة بوحدات التخزين المساندة. هذه الوحدات من وظيفتها أو من وظائفها الاحتفاظ بالبيانات على نحو دائم وبشكل آمن. إذن وحدات التخزين المساندة هي مكان تخزن فيه البيانات على نحو دائم وآمن، وهي تمتاز بأنها ذات سعات تخزينية أكبر من الذاكرة الرئيسية وأقل كلفة منها. وهذا المخطط الذي أمامنا في الصورة يمثل كيفية انتقال البيانات بين المعالج ووحدات التخزين المساندة مرورا بالذاكرة كما تلاحظون أمامكم في الصورة. سوف أقوم بطرح بعض الأسئلة عليكم لنقوم بالتفكير سويا. أيهما أسرع، ذاكرة الوصول العشوائي رام أم وحدات التخزين المساندة؟ الأسرع هي ذاكرة الوصول العشوائي الرام، لكن أيهما ذات سعة تخزينية أكبر، الرام أم وحدات التخزين المساندة؟ طبعا وحدات التخزين المساندة. وأيهما ذات كلفة أقل، الرام أم وحدات التخزين المساندة؟ وحدات التخزين المساندة. إذن وحدات التخزين المساندة تمتاز بأنها ذات سعة تخزينية أكبر وذات كلفة أقل من الرام ذاكرة الوصول العشوائي، لكن الرام هي أسرع من وحدات التخزين المساندة. أعزائي الطلاب، وحدات التخزين المساندة تقسم إلى قسمين، وحدات داخلية ووحدات خارجية. إذن تقسم وحدات التخزين المساندة إلى قسمين، وحدات داخلية ووحدات أخرى خارجية. إذن أنواع وحدات التخزين المساندة، وحدات داخلية ووحدات خارجية. الوحدات الداخلية أعزائي الطلاب هي ثابتة داخل صندوق النظام، مثال عليها القرص الصلب. إذن الوحدات الداخلية هي وحدات ثابتة داخل صندوق النظام، مثال عليها القرص الصلب. بينما الوحدات الخارجية هي وحدات يمكن تركيبها وإزالتها، مثال عليها القرص المدمج، القرص الرقمي، ذاكرة الفلاش وبطاقات الذاكرة، بطاقة الذاكرة. إذن الوحدات الخارجية هي وحدات يمكن تركيبها وإزالتها، مثال عليها أعزائي الطلاب الأقراص المدمجة، الأقراص الرقمية، وذاكرة الفلاش وبطاقة الذاكرة. الطلاب، الآن سوف نبدأ بوحدات التخزين المساندة. أولا القرص الصلب هارد ديسك. يعد القرص الصلب وحدة التخزين الرئيسية في جهاز الحاسوب. إذن القرص الصلب هو وحدة التخزين الرئيسية في جهاز الحاسوب، لأنه يتم تخزين نظام التشغيل الويندوز عليه. إذن من أول وحدات التخزين المساندة القرص الصلب. ويعتبر أعزائي الطلاب القرص الصلب هو وحدة التخزين الرئيسية في جهاز الحاسوب، لأن يتم تخزين نظام التشغيل الويندوز على القرص الصلب.
أعزائي الطلاب، الآن سوف نتعرف على أهم ميزات القرص الصلب. قد يكون القرص الصلب داخلي وقد يكون خارجي. عندما يكون داخليا يكون مثبت داخل صندوق النظام، وعندما يكون خارجيا يكون مهيأ لوصله بجهاز الحاسوب من المنافذ الخارجية، وهو أبطأ في السرعة من القرص الداخلي. ومن ميزاته إمكانية التنقل به بسهولة. القرص الصلب يمتاز بأنه سريع جدا في نقل البيانات، كما يمتاز بأن له سعة تخزينية كبيرة تقاس بالجيجا بايت والترابايت، والمادة المخزنة بداخله نظام التشغيل والبرمجيات التطبيقية. أما عدد الأقراص فقد يكون قرص واحد أو مجموعة من الأقراص. إذن القرص الصلب قد يكون داخلي مثبت داخل صندوق النظام، وقد يكون خارجي مهيأ لوصله بجهاز الحاسوب من خلال المنافذ الخارجية، لكنه في هذه الحالة يكون أبطأ سرعة من القرص الداخلي مع إمكانية التنقل به بسهولة. من الميزات الأخرى للقرص الصلب، يمتاز بأنه سريع جدا في نقل البيانات، سعته التخزينية كبيرة تقاس بالجيجا بايت والترابايت، والمادة المخزنة بداخله نظام التشغيل والبرمجيات التطبيقية. أما عدد الأقراص فيمكن أن تكون قرص واحد أو مجموعة من الأقراص. نتحدث الآن على خصائص القرص الصلب. من أهم خصائص القرص الصلب السعة الكلية. كلما كانت سعة القرص أكبر كان أفضل، وهذا يعتمد على حجم البرامج المراد تخزينها عليه. أما الخاصية الأخرى سرعة الدوران، كلما زاد سرعة دوران القرص كان أسرع في نقل البيانات. إذن من أهم خصائص القرص الصلب المؤثرة في أداء الحاسوب السعة الكلية للقرص الصلب وسرعة دوران القرص الصلب. كلما كانت سعة القرص أكبر كان هذا أفضل، وكلما زاد سرعة دوران القرص الصلب كان أسرع في نقل البيانات. سوف نتعرف الآن على وحدة أخرى من وحدات التخزين المساندة، ألا وهي الأقراص المدمجة. يطلق عليها أحياناً أقراص الليزر لأنها تستخدم تكنولوجيا الليزر في كتابة المعلومات المخزنة عليها وقراءتها. إذن الأقراص المدمجة Compact Disc يطلق عليها أقراص الليزر لأنها تستخدم تكنولوجيا الليزر في كتابة المعلومات المخزنة عليها وقراءتها. سنتحدث الآن على أنواع الأقراص المدمجة. أولاً القرص المدمج للقراءة فقط يكتب عليه CD-ROM. هذا القرص يكون للقراءة فقط، حيث يكتب عليه أثناء عملية التصنيع ولا يمكن مسحه أو التعديل عليه، فهو للقراءة فقط. والنوع الثاني هو القرص المدمج القابل للكتابة وكتب عليه CD-R، يمكن التخزين عليه مرة واحدة فقط بشرط أن يكون مشغل الأقراص المدمجة قادرا على الكتابة على القرص إضافة إلى قراءته. والنوع الثالث هو القرص المدمج القابل لإعادة الكتابة والتخزين ويكتب عليه CD-RW، يمكن التخزين عليه أكثر من مرة مع إمكانية الكتابة والتسجيل عليه وحذف المعلومات المخزنة سابقا وتعديلها. إذن أعزائي الطلاب، هنالك ثلاث أنواع من الأقراص المدمجة.
القرص المدمج للقراءة فقط سيدي روم يكتب عليه أثناء عملية التصنيع ولا يمكن مسحه أو التعديل عليه، فهو للقراءة فقط. القرص الثاني الذي يكتب عليه CDR هو قرص قابل للكتابة يمكن التخزين عليه مرة واحدة فقط. والقرص الأخير يكتب عليه CDRW يمكن التخزين عليه أكثر من مرة، ويمكن حذف المعلومات المخزنة عليه سابقا وتعديلها مع إمكانية الكتابة والتسجيل عليه. ميزات القرص المدمج: القرص المدمج هو قرص خارجي، سعته التخزينية تقاس بالميجا بايت 650 ميجا بايت تقريبا، متوسط في نقل البيانات، والمادة المخزنة عليه تقريبا جميع أنواع الوسائط المتعددة. إذن من أهم ميزات القرص المدمج هو قرص خارجي، سعته التخزينية تقاس بالميجا بايت، متوسط في نقل البيانات، وتخزن عليه جميع أنواع الوسائط المتعددة. أعزائي الطلاب، النوع الآخر من وحدات التخزين المساندة غير القرص الصلب والأقراص المدمجة القرص الرقمي DVD. القرص الرقمي ظهر بسبب الحاجة لتخزين كميات هائلة من المعلومات التي تتضاعف بسرعة كبيرة. إذن سبب ظهور الأقراص الرقمية الحاجة لتخزين الكم الهائل من المعلومات التي تتضاعف بسرعة كبيرة. إذن لهذه المعلومات ظهرت وسائل تخزين تتلائم مع هذا القدر من المعلومات، ألا وهي الأقراص الرقمية DVD. إذن الأقراص الرقمية DVD ظهرت بسبب الحاجة لتخزين كم هائل من المعلومات التي تتضاعف بسرعة كبيرة. من أهم مميزات القرص الرقمي: أولاً هو قرص خارجي يشبه تماماً القرص المدمج من حيث الحجم والشكل، يمتاز بسعة تخزينية كبيرة جداً هائلة تصل إلى 16 جيجا بايت، هو فوق المتوسط في نقل البيانات، والمادة المخزنة بداخله جميع أنواع الوسائط المتعددة وبخاصة الأفلام، ويمتاز بخفة الوزن، هو خفيف الوزن. إذن من أهم ميزات القرص الرقمي هو قرص خارجي يشبه تماماً القرص المدمج من حيث الحجم والشكل، سعته التخزينية هائلة جداً وتصل إلى 16 جيجا بايت، سرعته فوق المتوسط في نقل البيانات، والمادة المخزنة عليه تخزن عليه جميع أنواع الوسائط المتعددة وبخاصة الأفلام، ووزنه خفيف. أيضاً من وحدات التخزين المساندة ذاكرة الفلاش. ذاكرة الفلاش عزيزي الطالب هي وحدة تخزين مكونة من شريحة ذاكرة قادرة على الاحتفاظ بالمعلومات بشكل دائم يمكن مسحها وتعديلها. إذن هي وحدة تخزين مكونة من شريحة ذاكرة قادرة على الاحتفاظ الدائم بالمعلومات المخزنة عليها. إذن تعتبر ذاكرة الفلاش مكان دائم للاحتفاظ بالمعلومات المخزنة عليها ويمكن مسحها وتعديلها. ميزات ذاكرة الفلاش: أولاً هي ذاكرة خارجية صغيرة الحجم خفيفة الوزن ذات سعة كبيرة جداً تقاس بالجيجا بايت، سريعة في نقل البيانات، المادة المخزنة عليها جميع أنواع الوسائط المتعددة. أما طريقة الاستخدام فهي سهلة،
فقد أدخلها بمنفذ USB ولا تتلف بسهولة. إذن من أهم ميزات ذاكرة الفلاش: خارجية، صغيرة الحجم، خفيفة الوزن، لا تتلف بسهولة، ذات سعة تخزينية كبيرة جدا تقاس بالجيجا بايت، سريعة في نقل البيانات، المادة المخزنة عليها جميع أنواع الوسائط المتعددة. أما طريقة الاستخدام فهي سهلة، فقط ادخلها بمنفذ USB. أيضا من وحدات التخزين المساندة كما تلاحظون في الصورة بطاقة الذاكرة، هي بطاقة صغيرة الحجم قابلة للإزالة. إذن الميموري كارد بطاقة الذاكرة كما تلاحظون هي بطاقة صغيرة الحجم قابلة للإزالة. لتوصيل بطاقة الذاكرة الميموري كارد بجهاز الحاسوب نحتاج إلى قطعة إلكترونية تسمى بقارئ البطاقات كارد ريدر. إذن لتوصيل بطاقة الذاكرة لجهاز الحاسوب نحتاج إلى قطعة إلكترونية صغيرة تسمى بقارئ البطاقات كارد ريدر كما تلاحظون من خلال الصورة. أما ميزات بطاقة الذاكرة فهي خارجية، أيضا صغيرة الحجم، خفيفة الوزن، ذات سعة تخزينية كبيرة جدا تقاس بالجيجا بايت، سريعة في نقل البيانات. أما أهم استخداماتها فتستخدم في الكاميرات الرقمية والمشغلات الصوتية وأجهزة الهواتف الخلوية. إذن ميزات بطاقة الذاكرة: خارجية، صغيرة الحجم، خفيفة الوزن، ذات سعة كبيرة جدا تقاس بالجيجا بايت، سريعة في نقل البيانات، وتستخدم في الكاميرات الرقمية ومشغلات الصوتيات وأجهزة الهواتف الخلوية. أعزائي الطلاب، هكذا لكون قد انتهينا من درسنا وحدات التخزين المساندة. المطلوب منكم القيام بحل أسئلة الدرس الموجودة في الكتاب صفحة 28 وإرسالها لي. أشكركم طلاب الأعزاء على حسن الاستماع. ألقاكم الحصة القادمة بعون الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.